تفضل يا سيد المستشار. تبنت بلادنا استراتيجية وطنية مائية مهمة، وذلك بفضل السياسة الحكيمة لصاحب الجلالة الراحل الحسن الثاني في هذا المجال، والتي اتجهت نحو بناء السدود. أضف إلى ذلك الفرشة المائية التي تتوفر عليها بلادنا سواء في المناطق الجنوبية أو الشرقية أو الشرقية الجنوبية، والتي تمثل احتياطي هام من مخزون المياه. وبالنظر إلى الطلب المتزايد على هذه المادة الحيوية سواء من أجل الماء الصالح للشرب أو الاستعمالات الفلاحية وكذا الصناعية، أصبحت بلادنا مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالحفاظ على هذه الثروة الطبيعية والبحث بكل الوسائل على تقنين وترشيد واستهلاكها من أجل دعم هذه الاستراتيجية المائية التي تبنتها بلادنا منذ عقود. سؤالنا للسيدة الوزيرة يتعلق ببرنامجكم لدعم استراتيجية الدولة للحفاظ على الثروة المائية في بلادنا من أجل الوصول إلى الهدف المنشود الذي هو تحقيق سياسة مائية متوازنة. شكرا. شكرا لكم. الكلمة لكم سيدة الوزيرة. شكرا لكم سيد المستشار. انه بالفعل في بطل يعني التزايد المستمر على الماء سواء الماء الصالح للشرب او الماء الموجه للسقي، وايضا بفعل التغيرات المناخيه اللي كيعرفها العالم وطبيعه الحال المغرب، سوف يواجه المغرب عده اكراهات. وبالاساس يعني الاجابه لهذا التفاوت يعني تدارك التفاوت ما بين العرض والطلب اللي قدر تقريبا 5 مليار متر مكعب في 2030، يعني العجز اللي غتعرفوا المغرب هو 5 مليار متر مكعب افق 2030. يعني وبالتدارك هذا العجز ولا هذا النقص، هناك استراتيجيه وطنيه للماء التي قدمت امام انظار صاحب الجلاله في 2009، وهذه الاستراتيجيه تعتبر يعني خطه استباقيه لمجابهه هذا الخصاص. وهذه الاستراتيجيه اللي كتعتمد على دعامتين اساسيتين بالضبط، اللي هما التحكم في الطلب وتثمينه عبر يعني نهج سياسه اقتصاد الماء، والتي يعني التحكم في هذا الطلب سيمكن انه من توفير نصف الخصائص يعني 2.5 مليار متر مكعب افق 2030. وكيفاش غادي يكون هذا التحكم في الطلب وتثمينه؟ عن طريق يعني تحويل السقي الانجذابي الى السقي الموضوعي. كنعرفوا بان السقي هو يستهلك تقريبا 80% من حاجيات البلاد من الماء، وهناك بطبيعة الحال مخطط المغرب الأخضر اللي انخرط ضمن هذه الاستراتيجية، بحيث أنه سنويا هناك تحويل 50,000 هكتار من السقي الإنجذابي إلى السقي الموضوعي. لحد الآن يعني تم تحويل 200,000 هكتار، مما ساهم أيضا في اقتصاد قدر مهم من الماء. كاين هناك أيضا تقوية مردودية شبكة التوزيع والإنتاج أجل أنها يكون مردودية وطنية 80%، وهذا أيضا سيمكن من اقتصاد تقريبا 1 مليار متر مكعب في أفق 2030. الدعم الثانية للاستراتيجية الوطنية للماء هي تدبير وتنمية العرض. يعني العرض خصنا ننميوه وندبروه حيث يكون هناك يعني إجابة للحاجيات، وسيمكن أيضا هذا التدبير العرض يعني وتنميته من توفير 2.5 متر مكعب في أفق 2030. كيفاش غادي ننميو هذا العرض؟ عبر سياسة إنشاء السدود اللي انخرط فيها المغرب منذ عقود، بحيث حاليا هناك 130 سد كبير، وحاليا مبرمج في ميزانية 2014 4 سدود كبرى سوف يعني تمكن المغرب من توفير 1.7 مليار متر مكعب في أفق 2030. ثم أيضا اللجوء إلى بعض التقنيات يعني الموارد المائية الغير التقليدية كتحلية مياه البحر في أفق 2030. أيضا سوف يتمكن المغرب من تعبئة 400 مليون متر مكعب عبر مجموعة من المشاريع، منها الحسيمة وأكادير، وأيضا توسيع المحطة تحلية مياه البحر في الجنوب، وإعادة بالخصوص استعمال المياه العادمة التي سوف تمكن المغرب يعني من توفير 300 متر مكعب فوق 2030، والتي ستوجه بالأساس إلى السقي. شكرا. الكلمة لأحد السادة المستشارين في التحقيق. شكرا السيدة الوزيرة. في الحقيقة الإجابة ديالك كانت مستفيضة وكانت مهمة جدا. اللي بغينا احنا نعطيو خلال هذا السؤال هو تنوير الرأي العام وكذلك تنوير المواطن اللي غايب في هذه الاستراتيجية كلها، اللي هي مهمة جدا، هو التحسيس وكذلك التواصل مع المواطن والتواصل مع الفاعلين الاقتصاديين والمستعملين للمياه بكثرة وخاصة الفلاحين. أنا أقول أن هذه المجهودات الجبارة كلها مهمة جدا، كيبقى واحد عامل ديال التواصل وديال التحسيس والتحكم اللي ولا بد أن توصلوا به باش نكونوا على علاقة يومية بهذا الموضوع، لأنه
مستقبل البلاد هو رهين بالماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فلهذا كنطلب منكم انه نشرات تواصليه وكذلك التحسيس ديال الفاعلين والمستعملين ديال المياه يكون مستمر ويكون باستمرار. وشكرا سيد الوزير. شكرا سيد المستشار المحترم، الكلمه لكم السيدة الوزيرة في دقيقتين. السيد المستشار، بالفعل هذه المساله ديال تحسيس المواطن وادماج والتشارك هي مساله تعد احدى الدعائم الاساسيه لخطه عمل الوزاره، بحيث انه حاليا نحن بصدد صياغه المخطط الوطني للماء الذي يعتبر يعني كتجميع المخططات الجهويه التي صيغت بطريقه تشاركيه مع جميع الفاعلين المحليين عبر داخل وكاله الاحواض اللي كاين فيها ايضا منتخبين وبالخصوص رؤساء الجماعات اللي يعتبرون اعضاء داخل المجالس الاداريه لها وكاله الاحواض. وسوف نحن في يعني في الفتره الاخيره لصياغه هذا المخطط الذي سوف يقدم امام المجلس الاعلى للماء والمناخ، سوف يكون ان شاء الله تفعيل هذا المجلس في النصف الاول من سنه 2014، وغيكون فيه يعني المقاربه التشاركيه والتواصليه مع جميع المتدخلين دعم اساسيه من اجل يعني تنزيل وتفعيل جميع مقتضيات المخطط الوطني للماء. وشكرا لكم. نشكر السيده الوزيره على مشاركتها معنا في هذه الجلسه.